Selamu aleyküm. Lecture 3 of Virology and Vaccine. Immunity and antibody production against viruses. أو نقدر نسميها immunity to viruses. Immunity to infectious agents like viruses is a separate branch of immunology. هو الإيمونولوجي تدرسوا العام بعدة برانشات، واحد منهم هو viral immunology أو immunity to viruses. طبعا هو منفصل عن immunity to tumors أو immunity أو autoimmunity اللي مثل ما موجود عندكم بالمحاضرة مسمينه self molecules or antigens. وأيضا أكو immunity to allergens يعني الأنتيجينات اللي تسبب الحساسية. لكن الميكانيكيات اللي تخص الإندكشن والريجوليشن بالنسبة للإنت immunity والأدابتيف immunity to viruses بيها نفس البروسيسز أو نفس الخطوات أو نفس المحاور ندرسها سواء بالإيميونيتي تو تيومرز أو الأوتو إيميونيتي أو بالنسبة للإيميونيتي أوف ألرجينز. وهي النقطة الأولى ندرس المولكيولز أند سيلز ريجوليتينج ذا إندكشن أوف ذا إنت أند أدابتيف إيميون ريسبونس. ندرس الجزيئات والخلايا اللي راح تنظم وتحث الـ innate immunity أو الـ innate and adaptive immune response. المحور الثاني أو الـ constituent الثاني هو الـ expression of immune effector activity. بعد ما صار الـ induction والـ regulation بالنسبة للـ innate والـ adaptive immune response شو راح يصير expression لهذه الـ activities اللي تحفزت. النقطة الثالثة regulation of the antiviral immune response. يجي بعدين التنظيم بالنسبة للاستجابة المناعية لأو ضد الفيروس. الخامسة والأخيرة شلون يصير analysis للسيستم بالنسبة للهوست أو الهوست response شلون نحلل الإصابة في طريقنا إلى الفاكسينيشن حتى نسوي اللقاح أو إنه الجسم يأخذ المناعة الكافية حتى ما يصاب مرة ثانية بالإنفكشيوس أيجنت هذا واللي هنا عندنا هو الفيروس. نجي على الهوست إيميون ريسبونس يعني شنو الديفنس ميكانيزم آليات الدفاع. The mechanisms available to the immune organism for defense against viral infection can be classified into two groups. The non-specific immune defense will specific immune defense. The non-specific interferons play on a very important role. لها دور جدا مهم بمقاومة الفيروس وحتى في علاج الفيروس. فنشوف بأحد علاجات الفيروسية إذا يعني الله يبعدكم عنها مثل الفيروسات الهيباتيتسات واحدة من العلاجات إضافة إلى اللقاح يأخذون الانترفيرون ينطوهم كعلاج وبر الانترفيرون تتوزع أو يشتروها البيشنت. Besides their effects on cell growth, immune response, and immune regulation, these substances can be built up a temporary resistance to a viral infection. بالإضافة إلى تأثيرها على نمو الخلية، دورها في نمو الخلية، وبالاستجابة المناعية، وبالتنظيم المناعي، هاي
المولكيولز اللي هي الانترفيرونز تنطي فد ريزيستنس مؤقت صحيح، لكن يفيد كأنتي فيرال اكشن بي. انترفيرونز do not affect viruses directly but rather than induces cellular resistance mechanisms, synthesis of antiviral proteins that interfere with specific steps in viral replication. الانترفيرون مو هو اللي يوقف بالمواجهة ضد الفيروس مباشرة، لا، شي يسوي يحفز أو يحث فد ميكانيزمز خلوية، ميكانيكيات خلوية سيلولار طبعا من ضمن الخلايا الجسم نفسها، انه تنتج انتي فيرال بروتينز تتداخل ويا من تتداخل ويا الفيرال ريبليكيشن. عندنا السبيسيفيك اميون ديفنس انكلود ذا هيومورال اميون سيستم كونسيستينج مينلي اوف انتي بوديز. من نقول هيومورال اميونيتي يعني انتي بوديز، يعني انتاج اجسام مضاده. On the cellular immune system, represented mainly by T cell. دائما بالإميون ريسبونس أو بالإميون ديفنس من نقول cellular immunity نقول يعني معناها شنو T lymphocytes. In most cases, cellular immunity is more important than humoral. في هذه الحالة cellular immunity تكون أكثر أهمية من humoral immunity. The cellular system is capable of recognizing and destroying virus-infected cells on the surface of which viral antigens are expressed. The humoral system can eliminate only extracellular viruses. Cellular immune system يسوي recognition يشخص للفيروس ويقتل ويحطم يحطم الخلية المصابة بالفيروس، في حين الهيومورال سيستم أو الهيومورال اميون ريسبونس فقط الاكسترا سيلولار فيروسز هاي البرة الخلية يقتلها ويسويها إليمينيشن. أكو عندنا سبستانس أو مولكيولز أخرى مهمة كأنتي فيرال عندها أنتي فيرال أكشن اللي هو تيومر نكروسيس فاكتور TNF refers to a group of cytokines that can cause cell death اللي هو الابوبتوسيس. TNF هو له دور ب انه يسوي ابوبتوسيس نسميه الموت المنظم اللي هو programmed cell death. الموت المنظم هو يعني الخليه توصل الى عمر معين، اذا تاخذون بالسيتولوجي او تاخذون بالتشو كلتشر السايكل مال الخليه، الخلية توصل مرحلة انه لازم تموت، لكن الموت مو عشوائي بالجسم، يسموه الموت المنظم programmed cell death. فالتيومر نيكروسيس فاكتور يقود الخلية يخليها تروح باتجاه الابوبتوسيس حتى يخلص من الفيروس اللي بداخلها. نجي على النون سبيسيفيك اميون ديفنس. The non-specific immune defense mechanisms are activated immediately when pathogens penetrate the body's outer barrier. One of the most important processes in these basic defenses is phagocytosis, اللي هو ingestion and destruction of pathogen. هذا المين يقول non-specific immune defense نحكي عن الفاغوسايتوسيس. أكو فاغوسايتس، الفاغوسايتس تلتهم الخلية اللي تشوفها فورن، الخلية المعطوبة، الخلية اللي بيها باثوجين، أو حتى مو بس الخلية، حتى إن هو فورن بادي بعد ما داخل الخلايا اللي يعني الهدف مالته ما واصل للهدف، هي راح مباشرة بالمجرى الدم تلتهم هذه الفيروسات وتخلص الجسم من أتها.